العدل الدولية تعقد أولى جلسات محاكمة الاحتلال، وجنوب أفريقيا تؤكد ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة وتدعو لوقف فوري للعدوان. 8 شهداء في قصف استهدف سيارة مدنية في خان يونس، والاحتلال يرتكب 10 مجازر منذ أمس خلفت أكثر من 300 شهيد وجريح. اجتماع للفصائل الفلسطينية يجدد التأكيد على رفض التفاوض وتبادل الأسرى إلا بوقف العدوان على غزة. نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة يمن شباب، معكم صفاء عبد العزيز. البداية من غزة. عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الخميس أول جلسة استماع للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت المحكمة إن دعوة جنوب أفريقيا تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة. وفي وقت سابق قالت جنوب أفريقيا إنها تدرك تماما حجم المسؤولية الخاصة ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة، مؤكدة أن إسرائيل أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وكان الاحتلال الصهيوني قد وافق على المثول أمام محكمة العدل الدولية من أجل دحض ما وصفها بالاتهامات السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني. الصحافة العبرية بدورها كشفت وجود خشية جدية لدى الاحتلال من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات بالإبادة الجماعية إليها. ينضم إلينا الآن عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج السيد بشار الشلبي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. إذن لأول مرة تخضع إسرائيل لمحاكمة دولية على جرائمها، ما الذي يمثله هذا اليوم للفلسطينيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، وتحياتنا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وفي كل فلسطين، وتحيات عطرة إلى نيلسون مانديلا وإلى جنوب أفريقيا وإلى هؤلاء القضاة الذين يقفون على خندق الدفاع عن القيم الإنسانية والأخلاقية. اليوم هو يوم ملحمي تاريخي في تاريخ البشرية وليس في تاريخ القضية الفلسطينية، عندما يتم مثول هذه الدولة المارقة التي قامت على أساس عنصري لا يرى البشر سواء، وينظر إلى هذه الفئة من البشر التي تمارس الجرائم وتمارس المجازر وتمارس العبث في الحياة الإنسانية، حياة الطفولة وحياة البشرية سواء، يراها تقف أمام العدالة ليقول لها العالم ولتقول لها المحكمة أنتم مجرمون وأنكم تمارسون الإبادة الجماعية. هذا يوم مفصلي تاريخي، وهي حقيقة غابت عن البشرية طيلة 8 عقود أو أكثر، عندما تم التعامل مع هذا الكيان بأنه المدلل للغرب، يستطيع أن يفعل ما يشاء، يستطيع أن يقتل كيف ما شاء، يستطيع أن يجرم، أن يمارس المجازر، أن ينتهك القوانين والحقوق، أن يعتدي على المقدسات، أن يصادر الأرض، أن يفعل كل ما يحلو للوحشية أن تفعله دون خشية من عقاب أو مساءلة. اليوم جاءت اللحظة،
هذه واحدة من النتائج التي كانت غائبة وربما البعض لا يراها للسابع من أكتوبر الماضي. كيف تصف انزعاج قادة الاحتلال الصهيوني من المثول أمام المحكمة الدولية بتهمة الارتكاب الإبادة الجماعية؟ هذا هو الذي قصدته، أن هذه الدولة لم تتصور في يوم من الأيام أنها تتساوى مع باقي الدول أو تتساوى مع باقي البشر. هم يرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وبالتالي أن لأحد أن يسائلهم، أن لمنظمة أو محكمة أو قاض أن يوقفهم ليحقق في أي أمر منسوب إليهم. هم لا يرون هذا الموضوع، لا يتصورونه. كيف لفلان، كيف للمنظمة الفلانية أن تسائل هذه الدولة، أن تسائل هؤلاء، هذه الفئة من البشر التي ترى نفسها فوق الجميع؟ هم لا يرون بقية البشر، لا عرب ولا مسلمين ولا مسيحيين ولا بيض ولا سود ولا حمر، لا يرون أحدا إلا أنه دونهم، هم فوق الجميع. فكيف لمحكمة العدل الدولية، وكيف للقاضي الفلاني، وكيف للقاضي العلاني أن يقول أنهم مجرمين حرب وأنهم يمارسون الإبادة الجماعية؟ فهم وصلوا إلى الحماقة، لا احترام حتى لهذه الأعلى دوليا في القضاء، لا يستطيعون أن يحتملوا مثل هذه الصورة التي ظنوا أنهم لا يمكن أن يصلون إليها على الإطلاق. فجاءت اللحظة وصلوا إليها فأصابهم الجنون، ويخرج رئيس وزرائهم لا ينتظر حتى غد ليقوم من يمثل دولة الإجرام هذه بالمرافعة، لا ينتظر ذلك، وإنما يبادر بشتم المحكمة وشتم القضاء وشتم الهيئة وشتم العالم كله. لا بل يعني ربما يفكر بقصف لاهاي بعد قليل، لأنه كما فعل في غزة وبمستشفى الشفاء فيمكن أن يفعل بلا أو يعني قد يظن أنه من حقه أن يفعل ذلك. قالوا بأن هذه الادعاءات سخيفة ووصفوها بهذا المصطلح. هذا الكلام فيه إهانة للمحكمة وفيه إهانة للقضاء الذين قدموا حقائق دامغة، وفيه أيضا جنون، لأنه يستطيع أن يقول ما يشاء غدا في الجلسة المخصصة لاستماع لخطابهم، لاستماع لما يقدمون، لكنهم لا يستطيعون الانتظار، لا يستطيعون أن يضبطوا أعصابهم، لا مثل ما أصابهم الجنون بعد السابع من أكتوبر عندما استطاعت ثلة من بضع مئات أن تنسف هذا الكيان القائم على الأكاذيب والخدع، والذي حاول أن يروج أنه يملك الجيش الذي لا يقهر، ثم الجيش الذي هو أكثر أخلاقية، ثم الدولة الديمقراطية الوحيدة. فإذا بما تم بعد السابع من أكتوبر يبين حقيقة الجرائم، حقيقة الإجرام، حقيقة الدولة المارقة والتي لن يكون لها مكان في المجتمع الدولي قريبا إن شاء الله، لأنه لا يمكن للبشرية أن تحتمل هذا المستوى من الوحشية ومن الإجرام ومن العنصرية. هم لا يريدون أي مساءلة، لا يريدون أي مراجعة، هم لا يتقبلون ذلك على الإطلاق، وبالتالي يصفون المحكمة بما يصفونه ويعبرون هذه التعبيرات، بدءا من رئيس الوزراء وانتهاءا ببقية الوزراء وحتى بقية المجتمع الصهيوني الذي اعتاد على أن يكون يعني خارج إطار المسؤولية ويتمتع بالغطاء الأمريكي والغطاء الغربي، ولا أحد يحق له أن يسائل أو أن يوجه له أي اتهام. نعم، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج السيد بشار شلبي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. طلب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا خلال جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، طالب الفريق بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على القطاع. وقال الفريق القانوني في كلمات خلال جلسة الاستماع وبعد رفعها إن الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة هو الحل الوحيد لتفادي المزيد من الموت والدمار غير اللازم في القطاع، داعيا محكمة العدل الدولية إلى استخدام سلطتها لمنع المزيد من الأذى للفلسطينيين في غزة.
أكد أن ما تقوم به إسرائيل في غزة من قصف وتهجير وحرمان من الاحتياجات الأساسية يشير إلى إبادة جماعية متعمدة، كما حول الاحتلال قطاع غزة إلى معسكر اعتقال ترتكب فيه الإبادة. أشار إلى أن الإبادة الجماعية ظهرت أيضا في مطالبة أعضاء بالكنيسة الإسرائيلي بمحو غزة وتسويتها بالأرض بقولهم إنه لا يوجد أبرياء في غزة. وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إن قضيته ليست ضد اليهود ولكنها ضد الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، داعيا محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ قرار بوقف معاناة الفلسطينيين، خصوصا وأنه لا مؤشر لتحمل إسرائيل مسؤوليتها بإعادة إعمار ما دمرت. رحبت منظمة العفو الدولية بمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية بشأن انتهاكاته لاتفاقية الإبادة الجماعية، قائلة إنها خطوة ضرورية للمساعدة في حماية المدنيين الفلسطينيين. أضافت المنظمة الدولية أن هذه المداولات بوسعها المساعدة في حماية المدنيين الفلسطينيين وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتوفير بصيص أمل بتحقيق العدالة الدولية. المنظمة التي تحفظت عن وصف الجرائم بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية قالت إن ثمة مؤشرات ونذرا مقلقة بالنظر إلى حجم الموت والدمار الهائل، حيث قتل أكثر من 23,000 فلسطيني في غضون 3 أشهر ونيف، وفقد 10,000 آخرون تحت الأنقاض يرجح أنهم قتلوا هم أيضا. ونوهت بالتصاعد المروع في الخطاب العنصري الذي يجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم من قبل بعض المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين، مشيرة إلى اقتران ذلك بفرض حصار غير قانوني على غزة. وأضافت المنظمة أن ذلك أدى إلى منع أو تقييد وصول السكان المدنيين بشدة إلى المياه والغذاء والمساعدة الطبية والوقود، مما يلحق مستويات لا يمكن تخيلها من المعاناة ويعرض بقاء الموجودين داخل غزة للخطر. أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش دعمها للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. ودعت المنظمة أعضاء مجلس الأمن إلى دعم قرار محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي تحاكم فيها إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وعقب جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا كلايسون مونييلا إن بلاده حققت نصرا عظيما للفلسطينيين وللإنسانية مهما كانت النتيجة. وأضاف في تدوينة على منصة إكس إن جنوب أفريقيا منحت صوتها للفلسطينيين أمام أعلى محكمة في العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجاهل الأدلة المقدمة إلى قضاة محكمة العدل الدولية وإلى الرأي العالمي. وبالتزامن مع انطلاق جلسات المحاكمة، خرج المئات في مسيرة أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي في هولندا للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. المحتجون رفعوا في المسيرة أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها عبارات داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومنددة بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. كما شهدت مدينة كيب تاون اليوم الخميس وقفة داعمة للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه إبادة جماعية. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل شعارات تضامنا مع غزة ودعمها للفلسطينيين. ننتقل إلى آخر تطورات الأوضاع في داخل قطاع غزة، حيث استشهد 8 فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف سيارة مدنية مساء اليوم في خان يونس جنوبي القطاع. وقال مراسلنا إن حصيلة الاستهدافات الصهيونية في خان يونس وحدها تجاوزت 23 شهيدا حتى الآن وإصابة العشرات، فيما دمرت غارات الاحتلال مبنى الحسن بالقرب من شارع جلال في المدينة ذاتها.
وفي مناطق شمال القطاع أسفرت غارات الاحتلال عن ارتقاء شهداء وإصابة آخرين إثر استهداف الاحتلال شقة سكنية بمحيط مسجد الإيمان في حي الصبرة بمدينة غزة، كما شن الاحتلال غارات قرب مراكز الإيواء في بيت حانون وفي النصيرات وسط قطاع غزة. قصفت طائرات الاحتلال الطوابق العلوية من برج اللؤلؤة ما أدى إلى نشوب حريق في المكان، في حين أطلقت قوات الاحتلال قذائف ضوئية في سماء أرض المفتي شمال النصيرات وأجواء مخيم المغازي. هذا ورصد مراسل يمن شباب معاناة النازحين في مستشفى ناصر بعد 96 يوما للحرب وإطلاق النار عليهم من قبل الطائرات الإسرائيلية. مشاهدينا الكرام، أتواجد هنا في هذا المكان الذي يتواجد به المئات من النازحين، كما تشاهدون هنا أعداد كبيرة جدا من الخيام لهؤلاء المواطنين النازحين من مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي دمر أماكن كثيرة وهجر هؤلاء المواطنين، في هذا المكان تجمعوا وتواجدوا تحديدا في مجمع ناصر الطبي في محيط المشفى، المكان الذي يعد آمنا وملاذا للنازحين. المواطنين في هذا المكان بدأوا بالخوف والرعب في هذا المكان بعد قيام الطائرات المسيرة الإسرائيلية بإطلاق النار على المواطنين والنازحين في هذه المنطقة. كواد كابتر تطلق النار والقناصة على المواطنين، بالرغم من أن هذا المنطقة وهذا المكان أصبح مكانا آمنا ولم يتم تحذيره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. عدسة يمن شباب ترصد هذه المعاناة الكبيرة جدا للنازحين في الخيام في اليوم 96 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمعاناة الكبيرة جدا في عدم وجود المواد الغذائية الأساسية ومياه الشرب الصالحة للمواطنين، وأيضا عدم تواجد المأوى المناسب لهم في ظل هذه المياه الأمطار الشديدة والبرودة في هذه الأيام العصيبة التي يعيشها قطاع غزة. للحديث أكثر عن هذه المعاناة نتحدث مع هذا الرجل صاحب هذه الخيمة الذي يعاني بشكل كبير جدا في هذا المكان وهذه الأيام من هذه المعاناة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين، رضا من الله. كم يوم لك في هذا المكان؟ والله لي ما يقارب يمكن 55 يوم. وين كنت قبل؟ أنا كنت نازح من الكرامة طبعا على جباليا البلد، من جباليا البلد على جباليا المعسكر، من جباليا المعسكر على الشفا، من الشفا لمدرسة المأمونية، من المأمونية طبعا على مجمع المصر. يعني تنوعت في أماكن النزوح. طبعا. والمعاناة كبيرة جدا. المعاناة تسألش، حدث ولا حرج، يعني الأمور صعبة جدا جدا من كل حاجة، من كل النواحي. إيش من ناحية المسكن يعني؟ المسكن من ناحية الغذاء، من ناحية الدواء، طبعا انت عارف المستشفيات شبه عدم الأدوية فيها. طب المراكز الصحية انت الآن في مستشفى ناصر، والمستشفى يعني دائما آمنة وما صارش فيها إخلاء أو تحذير بخروج المواطنين؟ لا والله ما في مكان آمن بصراحة. أنا يعني من أول يوم الحرب لحتى الآن فيش أي مكان آمن. احنا كنا الشفا يقولوا آمن وكويسة وتوجه على الشفا وقعدوا، بعدها انقصفنا يمكن 3-4 مرات واحنا ما طلعنا. الان في مستشفى ناصر ايش؟ الاشلاء قدامنا. كيف يعني الان مستشفى ناصر اصبحت مكان خطير بعد قيام يعني الطائرات يوم امس والايام الماضيه بتطلق النار على النازحين هنا والاصابه؟ يا اخي هذا مش اول مره، يعني قبل يومين صار قصف انا عند المستشفى الاردني حوالين المستشفى، طبعا بقصور المستشفى. قبل فتره برضو ورانا بالضبط هنا شايف المنطقة هذه نزلت القذيفة يعني وتمزعنا، إلو ربنا سطرنا ولطف فينا. امبارح في الليل طبعا مش مرة أولى، للمرة الثانية إنه إطلاق نار، تعرفش من وين؟ يعني بصراحة أنا أولادي وزوجتي ضلينا منبطحين على الأرض، في ناس تصاوبوا، في واحد استشهد. طب أنا بشوف هنا جارك الخيمة اللي جنبك، أنت هذه خيمتك صح؟ هذا ابن عمي. أها إيش أنا شايفه بيطلع من المكان؟ والله زوجته طلعت ما قدرتش تقعد، خافت اولاده. بدي يدور له على مكان امن في رفح. وانا بقول لك حتى الوضع في المنطقه اللي راح عليها امبارح على الفجر قصفوا فيها عند بير كندا. يعني بين الخيام، بين الخيم النازحين، ففيش مكان امن. احنا الامان بوجه الله بس،
إذا مشاهدينا الكرام، عدسة يمن شباب ترصد هذه المعاناة وهذا الخوف الكبير جدا لدى المواطنين في هذا المكان الذي يتواجد به أعداد كبيرة جدا من النازحين والمواطنين بعد قيام القناصة الإسرائيلية وطائرات كواد كابتر بإطلاق النار على هذه المنطقة وعلى النازحين ووصول عدد كبير جدا من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي خلال الأيام الماضية. المعاناة كبيرة جدا والحرب مستمرة ومجازر الاحتلال مستمرة على قطاع غزة في هذا المكان الذي يبتعد الاحتلال وآلياته وقواته قرابة 2 كيلومتر عن هذه المنطقة، المنطقة التي أصبحت أخطر المناطق والأماكن ومنطقة قتال وعمليات عسكرية في مدينة خان يونس. لقناة يمن شباب، محمد أبو عبيد، غزة، فلسطين والمحتلة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 112 شهيدا وأصيب 194 آخرون. أضاف متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي باليوم 96 للعدوان على غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي تجاوزت 23,469 شهيدا و 59,604 جرحى منذ 7 أكتوبر الماضي. وأكد القدرة وجود 6,200 إصابة في حاجة ماسة للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم، مشيرا إلى أن 707 من الجرحى و 438 من المرضى فقط استطاعوا الخروج من القطاع منذ بدء العدوان، وهو عدد ضئيل جدا على حد تعبيره. وقال متحدث وزارة الصحة إن 10,000 مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت نتيجة خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة وضعف آلية خروج المرضى للعلاج بالخارج. استمرارا للاستهداف الإسرائيلي للصحفيين، استشهد صحفيان فلسطينيان جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 97 يوما. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي باستشهاد الصحفيين محمد 30 وفؤاد أبو خماش بقصف صهيوني، لترتفع حصيلة الشهداء في أوساط الصحفيين إلى 117. وأمس الأربعاء استشهد 3 صحفيين وهم أحمد بودير وشريف عكاشة وهبل عبادلة في قصف للاحتلال في دير البلح وخان يونس. يشار إلى أن مراسلي قناة يمن شباب في غزة قد نجوا من محاولات اغتيال أصيبوا فيها، آخرها محاولة اغتيال مراسلنا محمد سليمان أثناء إعداد تقرير في خان يونس. هذا وأدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حادثة استشهاد بعض من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قصف إسرائيلي. اللجنة في بيان نشرته على حسابها بمنصة إكس قالت إن استهداف مركبات الإسعاف أمر غير مقبول، مؤكدة أن فريق الإسعاف في غزة عمل بلا هوادة في ظروف مروعة من أجل التخفيف من معاناة الجرحى والمرضى خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن القانون الدولي والإنساني واضح بأنه لا يجوز أبدا أن يخسر العاملون في المجال الطبي أرواحهم أثناء تقديم الدعم لمجتمعاتهم. وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة إسعاف تابعة له في دير البلح وسط قطاع غزة، بينهم 4 من طواقم الجمعية. الإصابات بل كلهم شهداء من جمعية الهلال الأحمر 4. أكدت الفصائل الفلسطينية على موقفها الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا صفقات تبادل أسرى إلا بوقف شامل للعدوان الصهيوني على قطاع غزة،
وأضافت الفصائل في بيان نشرته حركة حماس عقب اجتماع طارئ أن إدارة الشأن الفلسطيني وإدارة شؤون قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني داخلي، وأنها لن تسمح للاحتلال وداعميه بالتدخل أو فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، وشددت على ضرورة عودة النازحين إلى بيوتهم في محافظات شمال غزة فوراً، مطالبة المؤسسات الدولية والأممية خصوصا الأمم المتحدة بتحمل كامل مسؤوليتها والقيام بواجبها وعملها فورا في محافظتي غزة والشمال. وأشارت إلى أن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية تحطمت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاومته وبسالتها، وأن الدم الفلسطيني النازف على امتداد أرض فلسطين وأماكن التواجد الفلسطيني ليس له ثمن إلا النصر والحرية والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها أن معركة طوفان الأقصى شكلت تحولا استراتيجيا على مستوى القضية الفلسطينية، وجاءت في إطار الرد الطبيعي على مخططات حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرفة وجرائم المستوطنين في الضفة والقدس. في ملف المعارك الميدانية، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أنها وسرايا القدس استهدفتا غرفة قيادة لقوات الاحتلال الصهيونية شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وقالت كتائب القسام في بلاغات مقتضبة إنها دمرت 8 آليات عسكرية للاحتلال الصهيوني تنوعت بين دبابات وجرافات وناقلات جند في محاور التوغل بأحياء خان يونس جنوبي قطاع غزة وفي شمالي شرق مخيم نصيرات وسط القطاع. من جهتها أعلنت سرايا القدس عن سيطرتها على طائرة صهيونية بدون طيار من نوع سكاي لارك في جباليا شمالي قطاع غزة، وأضافت أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال في محيط بني سهيلة شرقي خان يونس واستهداف دبابة ميركافا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. أقرت قوات الاحتلال الصهيوني بإصابة 14 ضابطا وجنديا بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. أشارت قوات الاحتلال إلى ارتفاع عدد الضباط والجنود في صفوفها الذين أصيبوا في معارك غزة إلى 1085، فيما ارتفعت الحصيلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 2496 ضابطا وجنديا. وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى من الضباط والجنود في صفوفها إلى 520 منذ 7 أكتوبر، بينهم 186 خلال المعارك في غزة. تؤكد المقاومة الفلسطينية باستمرار أن الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال هي أكبر بكثير مما يعترف به ويعلن عنه، كما تبث من وقت إلى آخر مشاهد لاستهداف العشرات من ضباط وجنود الاحتلال في غزة. في الأراضي المحتلة استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة جنين، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 343 منذ 7 أكتوبر الماضي. وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبع قرب جنين. وكانت قوة من الكيان الصهيوني حاصرت منزلا في بلدة جبع قرب جنين شمالي الضفة المحتلة، وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام. إذن ينضم إلينا مراسلنا في الضفة الغربية محمد سمرين، أهلا وسهلا بك. تحية لك ولجميع السادة المشاهدين.
إذن مع التزامن بالتزامن مع عقد محكمة العدل الدولي جلستها الأولى لمحاكمة إسرائيل على المجازر الجماعية أو الإبادة الجماعية، هل كان هناك وقفات اليوم في الضفة الغربية؟ بالفعل يعني تزامنا مع هذه الجلسة كان هناك دعوات من عدة جهات رسمية وشعبية هنا في مدينة رام الله لتنظيم وقفة في ميدان نيلسون مانديلا بحي الطيرة في مدينة رام الله، وبالفعل كان هناك استجابة كبيرة لهذه الدعوات على الرغم من الأجواء الماطرة بشكل كبير، إلا أن المئات شاركوا في هذه الوقفة بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية وعدد من الشخصيات الوطنية وعدد من قيادات الفصائل الفلسطينية، حيث رفعت أعلام جنوب أفريقيا إلى جانب العلم الفلسطيني كما قلنا أمام يعني تمثال نيلسون مانديلا في حي الطيرة، ويعني رددت الهتافات المؤيدة لهذه الخطوة التي يعني اعتبرها الفلسطينيون خطوة حقيقية لمناصرة الشعب الفلسطيني ومحاولة حقيقية لإيقاف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. نذكر أيضا بأنه كان يوم أمس هناك وقفة أخرى مشابهة لهذه الوقفة في ذات المكان وبدعوة من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في مدينة رام الله. أيضا فيما يتعلق بالاقتحامات الإسرائيلية والمواجهات في الضفة الغربية، أين تركزت اليوم؟ نعم يعني المواجهات والاقتحامات يعني تشمل جميع مناطق الضفة الغربية، ودعيني أبدأ بأحدث هذه الاقتحامات. قبل قليل قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت مخيم شعصات وحي رأس خميس في مدينة القدس المحتلة، وقامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز بشكل كثيف تجاه منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة التي تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال. أيضا في يعني أخبار المقاومة واتساع رقعتها، قبل قليل كان هناك استهداف من قبل شبان فلسطينيين لحافلة مستوطنين قرب بلدة حزمة شمال شرق مدينة القدس المحتلة بحسب المصادر الإعلامية الإسرائيلية، فإن مستوطنين أصيبا في هذه العملية. أيضا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة عصر هذا اليوم كان هناك عملية اغتيال نفذتها قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، تم خلالها اغتيال أحد المقاومين في بلدة جبع جنوب مدينة جنين، وأصيب خلال هذه العملية فلسطينيين اثنين على الأقل برصاص قوات الاحتلال. الفلسطينيون في هذه البلدة شيعوا جثمان الشهيد وطالبوا المقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق تواجدها بالرد على هذه الجريمة وجرائم الاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية. أيضا استمر مسلسل الاعتقالات بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة، أكثر من 20 معتقلا منذ الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة، معتقلين في مدينة بيت لحم، معتقلين في جنين وفي رام الله، أيضا هناك 3 حالات اعتقال سجلت خلال ساعات الليلة الماضية. نعم وصلت الصورة مراسلنا في الضفة الغربية محمد سمرين، شكرا جزيلا لك. أصيب فلسطيني برصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالضفة الغربية، في وقت كان مخيم ومدينة جنين مسرحا لاقتحام مماثل. وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم وداهمت عددا من المنازل هناك، بينما اعتقلت أسيرين محررين من بلدة عنبتة شرق طول كرم، إضافة إلى اعتقال رئيس مجلس قروي قريوت نضال صلاح بدوي وفلسطيني آخر في نابلس. أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الخميس 3 مواطنين من بيت لحم ضمن حملة اعتقالات واسعة. ووفقا للمصادر فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين من مخيم العزة ومخيم عايدة شمالا
بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بها، كما دهمت عددا من منازل المواطنين في شارع الصف وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نكلت بأحد أفراد عائلة إبراهيم زواهر في السبعينيات من عمره عندما داهموا المنزل في أطراف مخيم الدهيشة، حيث أخرجوه وهو مريض في البرد القارس والأمراض والأمطار وعبثوا بمحتويات المنزل. من جانبه أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 5810 بعد اعتقاله 28 شخصا. وقال النادي في بيان إن حصيلة الاعتقالات ترتفع إلى أكثر من 5810 وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. ووفق النادي فإن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. أعلن ناشطون فلسطينيون دعوات إلى النفير لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك غدا الجمعة والرباط فيه وعلى أبوابه حتى كسر الحصار عنه ضمن مبادرة مليونية أو مليونية الأقصى المتواصلة للأسبوع الرابع. والدعوات المقدسية ومن فلسطينيي الداخل شددت على ضرورة الحشد المتواصل وتسيير قوافل الأقصى للرباط لكسر الحصار المفروض على المسجد الأقصى للأسبوع 13 على التوالي. وأعلن نشطاء فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وفلسطينيي الداخل عن تسيير قوافل الرباط إلى المسجد الأقصى للمشاركة في إعماره والحشد في ساحاته المباركة وكسر الحصار المفروض عليه برغم تهديدات الاحتلال واعتقالاته بحق النشطاء في الداخل والقدس المحتلين. وشددت الدعوات على ضرورة تحدي الاحتلال وكسر حصاره المطبق على الأقصى منذ أكثر من 3 أشهر وعرقلته المستمرة لوصول المصلين إلى المسجد. أطلقت حركة حماس اليوم الخميس دعوة للنفير العام وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى غدا الجمعة، وشددت في بيان على كسر الحصار المفروض على المسجد الأقصى وتحدي كل العوائق التي يفرضها الاحتلال الصهيوني في منعه الوصول إليه والصلاة والرباط فيه. وأكد البيان على أن يكون النفير العام غدا الجمعة يوما مشهودا لكسر الحصار المفروض عن المسجد الأقصى منذ أكثر من 13 أسبوعا، كما شدد البيان على أن يكون النفير تأكيدا على أن قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين لن يكون إلا إسلاميا خالصا ولا شرعية ولا سيادة للاحتلال على جزء منه. إلى الشأن المحلي الآن، حيث أسقط الجيش الوطني في محور تعز طائرتين مسيرتين كانت تستهدف مواقعه غرب وشمال المدينة، وذلك في وقت سابق من يوم الأربعاء. وقالت مصادر عسكرية ليمن شباب إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الضباب وأخرى في شارع 30 شمال مدينة تعز ضمن تصعيد متواصل للميليشيا في جبهات المحافظة.
وفي وقت سابق من الأربعاء أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة تمكن قوات الجيش من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لميليشيا الحوثي بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة. إعلان المجلس الموحد للمحافظات الشرقية في اليمن أثار جدلا في ظل تزايد أعداد المكونات السياسية والاجتماعية مع ترقب عن تسوية سياسية قادمة في البلاد. وكان قد أعلن مؤخرا في مدينة سيئون اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية ليكون رافعة لمشروع الإقليم الشرقي وفقا لتقسيمات مؤتمر الحوار الوطني. وهنا يبرز السؤال: ما هي الدوافع والأدوار التي من المحتمل أن يلعبها المجلس الجديد إذن؟ تفاصيل في التقرير التالي. في مشهد سياسي يلفه الغموض والتعقيد، وبعد نحو أكثر من 9 سنوات من حرب انقلاب الميليشيات على الدولة وتكريس مشاريع التمزق والتشتت للجغرافيا اليمنية، في أجواء السياسة الغائمة هذه يصدح من الشرق اليمني صوت آخر يقول مؤسسوه إنهم يرفضون الوصاية والتبعية لما وصفوها بمراكز النفوذ التقليدية جنوبا وشمالا، ويجددون مطالبهم بإقليم مستقل لمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى وبصلاحيات واسعة ضمن اليمن الجمهوري الاتحادي. فأما أن تكون شراكتنا كاملة وحضورنا كامل وفق مقدراتنا وما نمتلكه من كل المقومات، وإلا فإن هذه المحافظات وأبنائها من حقهم أن يرسموا مستقبلهم السياسي، وليسوا معنيين بأي تسويات لا تشملهم وفق مكانتهم ومقدراتهم وثقلهم. يرى المجلس الموحد للمحافظات الشرقية أنه يستند في تأسيسه على إرث تاريخي وحضاري وامتداد للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا والمتوافق عليها إقليميا ودوليا، ما يضع ربما أساسا لحل الأزمة اليمنية والدفع بمساعي السلام في البلاد. تابعنا يوم أمس شهر المكون الجديد المجلس الموحد للإقليم حضرموت المهرة شبوة سقطرى. جاء هذا المكون مستندا على المرجعيات الثلاث والمبادرة الخليجية التي هي أساس الحل في اليمن، والتي أقيم بعدها مؤتمر الحوار الوطني وكان من نتائجه أن اليمن تكون عدة أقاليم من ضمنها هذا الإقليم. ربما يكتب لهذا المكون النجاح بسبب هذه المرتكزات التي ارتكز عليها وما يمتلكه أيضا من حاضنة شعبية بين هذه المحافظات الأربع. من عمق مدينة سيئون في الداخل اليمني بدأ المجلس خطوات الإعلان الأولى بعد أيام من توقيع مذكرة لأكثر من 200 شخصية اعتبارية من مختلف شرائح المجتمع في المحافظات الأربع لإقليم الشرق، دعت إلى ضرورة التمثيل العادل لهذه المحافظات في أي تسوية سياسية قادمة بما يتناسب مع جغرافيتها ومواردها وبعدها التاريخي والحضري دون إقصاء أو تهميش. عبد الله مؤمن، يمن شباب، حضرموت. لنا مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه النشرة، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.